انت كده اتهيألي يعني خلاص بقى الموسم خلص بس انت بتقولي النهارده عندك اجتماعات وبتاع، انت داخل في الدنيا على طول كده. ما فيش وقت خلاص، ما فيش وقت، لان الدوري يوم 11/10 ان شاء الله اتحدد امبارح. طبعا عندك لاحق موسمين في بعض، موسمين في بعض، وعندك ناس جديده داخله وناس بتجيبها وناس موجوده وناس لا خليني بقى اروح للناس الجديده دي دلوقتي يا كابتن. احنا عندنا في مجموعه من اللاعبات طبعا هيسيبوا الفريق، يمكن على راسهم هاله شعراوي، لوكاس اللعيبه المحترفه، ومنار ايهاب. طبعا في البدايه بنحييهم الحقيقه طبعاً. على يعني البروفيشناليتي اللي عملوها او الاحترافيه، لاخر وقت بيلعبوا بيأدوا بروح النادي الاهلي وعايزين يكسبوا، في حين هم بعد ايام هيغادروا النادي الاهلي. تقول ايه بقى للعيبه دي يا كابتن؟ بص كابتن هيثم، يعني هو مش غريب على الثلاثه، يعني نسيبك من لوكاس اجنبيه وبتاع، لكن مش غريب على هاله ومنار اللي يشتغل في النادي الاهلي يا كابتن هيثم ويخش جوه النادي. حتى لو يعني منار بقى لها ده الموسم الثالث معانا، خلاص واحده مننا وهالة طبعا متربيه في النادي من وهي عندها 8 سنين لحد اول امبارح. فلا يعني اي حد بيموت نفسه لحد اخر لحظه، وانا بشكرهم جدا 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 الثلاثه. يعني انا عايز اقول حاجه، مع ان في ناس بعد ما مضوا وبتاع شككت، اللي هم صحيح انا راهنت، كنا متابعين الكلام ده، انا راهنت عليهم وقلت لا يمكن الكلام ده معتمد عليهم عادي جدا، عادي جدا ولا يمكن يحصل. والحد والجمال في ايه كابتن كمان، انت كمدير فني وتمثل النادي الاهلي، طب ما كانش في اي نزعه، يعني انا اسف اللي هقوله، نزعه انتقاميه من لاعب راح لنادي تاني، بالعكس مفيش النادي الاهلي خالص، مفيش الكلام ده يا كابتن. شايفين احمد فتحي في كره القدم كابتن الفريق، النادي الاهلي بيتعامل بروفيشنال مع اي حد، يعني ما فيش ده، صحيح كده. بس وخرجوا من زي ما تقول من الباب الكبير برضه. طيب. يعني طبعا واكيد اكيد اكيد في يوم من الايام انا بتوقع ان شاء الله هيكونوا في النادي الاهلي تاني. طب كابتن خليني نرجع تاني.